ناخذ هذا المثال، طلاب بالبداية لازم أسحب X عامل مشترك، راح يبقى X ناقص 1 تمام. فهذا الرجع الأصلي جاينا من جذر X ناقص 1 في جذر X ناقص 1. هنا جذر X ناقص 1 تمام. طلاب اكو اختصار هنا، عملية اختصار اقدر اختصر، ماكو اي اشكال، هذا ويا هذا ماكو اي اشكال. فبقى عندي الاكس والجذر تمام. طلاب هنا يا اما توفر له مشتقة داخل الجذر يا اما ترفعها بهالشكل هذا. فهنا ايش راح يصير طلاب؟ اوزع النص على الاكس والنص على الواحد تمام. هذا النص باعوله بالقوس راح يتوزع على الاكس ويتوزع على الواحد. انا موت هذا اضربهن بهالشكل هذا. بعد ما وزعت هسه عندي ضرب، هنا وزعته بهالشكل هذا، بعدين راح اضرب الاكس في هذا، فراح الاسس يعني اجمع واحد زائد النص، فراح يطلع 3 على 2 تمام طلاب. فراح يطلع 3 على 2 اس اكس ناقصا اكس تمام بهالشكل هذا. فاجي اكامل، علمتكم بعد انا مو كل سعيد توحيد مقامات. فاجي اكامل راح يكون 5 على 2 على اكس 5 على 2 هذا الاكس اكس تربيع على 2 هذا سهل. بس هذا الكسر راح شو تسوي توحد مقامات تقول 3 على 2 زائدا 1، فالمقام راح يكون 2 وراح تجمع 2 ويا 3 تصير 5 على 2. فا اكس راح يساوي لنا اس 5 على 2 على 5 على 2 تمام. هالشكل هذا سهل كلش. طلاب بس نجد هذا السؤال، هذا السؤال شلون راح احله؟ الطلاب طبعا هذا السؤال بيه غلط، امسحوا هاي الاكس ناقص 5 هاي زيادة، اكس ناقص 5 هاي هيجي كاتب وغلطان بها بالكتاب. فالبسط هو عبارة عن جذر اكس زائد 6 تمام. فهنا اقدر افتحه جاينا من جذر اكس ناقص 2 ناقص 3 في جذر اكس ناقص 2 هاي سووها ناقص 2 عليه. طبعا هنا طلاب شوفوا هذا اكس جايتنا من جذر اكس في جذر اكس تمام، جذر اكس في جذر اكس اذا ضربتهن يطلع لي اكس ناقصا 3 جذر اكس ناقصا 3 جذر اكس تمام طلاب. فهنا ايش راح يصير طلاب؟ المقام راح تسحب منه العامل مشترك اللي هو جذر اكس، والبسط حتى تختصر ويا البسط. وهنا انا راح حسب الاصول هذا عامل مشترك جذر اكس راح يبقى جذر اكس ناقص 3 تمام، وهنا جذر اكس ناقص 3 وجذر اكس ناقص 2. طلاب هنا ناقص مو زائد، انا خطأت بيها. فراح يكون جذر اكس 1 على جذر اكس في جذر اكس
هنا يوفر مشتقة طلاب طبعا، هنا ناقص يوفر مشتقة داخل القوس، طبعا مشتقة لازم أضرب باثنين وأقسم على اثنين حتى توفر عندي المشتقة، وإنه بعدين أكامل تكامل عادي. تمام، هاي الدالة وهاي المشتقة مالتها كاملة تكامل عادي.